بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال في مراجعة جديدة من مراجعات مادة اللغة العربية. إن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هنحاول مع بعض نقدم حل غير تقليدي لمشكلة تقليدية، وهي مشكلة الأدب. معنى مشكلة تقليدية ان كثير من الطلاب وخصوصا لما بيتراكم عليهم الادب وبيدركوا حجمه وكمية المعلومات وعدد الصفحات اللي فيه بيبدأوا يشتكوا من الادب، يا اما يا استاذ بنحفظه وبننساه، يا اما مش قادرين نحفظه اصلا، وده بيعمل لهم صداع وشعور بثقة للمادة، واحيانا بيؤدي الى نوع من الكراهية ناحية المادة، وان هو كل ما يجي يفتحها يقفلها تاني بسبب كثرة وغزارة المعلومات وعدم القدرة على السيطرة على كل هذا الكم من المعلومات. دي المشكلة التقليدية اللي بنقابلها كل سنة. الدنيا بتتطور والعالم بيتغير وفي جديد كل يوم، فإن شاء الرحمن الرحيم هنتوكل كده على الله ونسمي بسم الله ونقدم الحل ده في صورة الخرائط الذهنية. يمكن دي مش أول تجربة، الناس اللي متابعة معايا هتلاقيني كنت قدمت قبل كده الجزء الثاني من قصة الأيام، وكان برضو شبيه بالأدب في غزارة معلوماتي وكثرة تفريعاتي، وكانت تجربة الحمد لله ناجحة ورائدة في هذا المجال، وكثير من الطلاب استطاعوا أن يسيطروا على كم المعلومات الكبير في هذا الجزء الكبير من قصة الأيام. ومواصلة للمسيرة هنعمل النهاردة نفس الحكاية، وهنعمل خرائط ذهنية عن الأدب، عن المدارس الشعرية. النهاردة بإذن الله مراجعتنا على المدارس الشعرية، وفي مراجعة تانية برضو على الفنون النثرية إن شاء الله بطريقة الخريطة الذهنية. أحب بس أنبه الناس إيه هي حكاية طريقة الخريطة الذهنية ديت. أنت لو دخلت على جوجل دلوقتي وكتبت الخرائط الذهنية أو المذاكرة بالخرائط الذهنية هتلاقيها أو هتقرأ عنها أنها إحدى أنجح الطرق المذاكرة في العالم. يعني طلاب كثيرة جدا بتذاكر بهذه الطريقة، وخصوصا الطلاب الألمان بيذاكروا بطريقة الخريطة الذهنية يمكن معظم موادهم أو كل موادهم، لأن الخرائط دي على فكرة بتساعد على 3 حاجات. يعني بتفهمك وتحفظك وتخليك تراجع، يعني بص التلاتة في واحد زي ما بيقولوا، يعني الفهم والحفظ والمراجعة. لا والغريب ايه بقى كمان، بأقل مجهود وأسرع وقت وأعلى إنتاج. دي حقيقة، والناس لما هتجرب معايا إن شاء الله هتاخد على الطريقة دي بدون إخلال. وبأكد على النقطة دي يا جماعة، أنا لما عملنا الخرائط الذهنية حرصت جدا إن أنت ما يبقاش في نقص في المعلومات نتيجة التلخيص، ودي حتة بحب أأكد عليها من البداية. الأول تعالوا نناقش مشكلة الأدب عن قرب كده بطريقة الخريطة الذهنية. الأدب بنقسم الموضوع كده لما نيجي نفكر، معلش فكر معايا عشان لما نخش نحل تحل معايا بإيه يعني بتركيز كده معايا. بص يا سيدي، اولا انواع الطلاب من ناحيه الادب 3 انواع. واحد لسه مش عارف المشكله، لكن العربي للاخر وان شاء الله هيجي في قبل الامتحان بشهر او 2 او اسبوع وهيبدا يلم العربي فيفاجأ بالكارثه الكبرى، ومن ضمن الكوارث ديت الادب انه كبير جدا وكثير جدا. الطالب الثاني بيحاول يحفظ ومش عارف، يعني هو بيحاول يحفظ الادب وفعلا بيمسك الادب ومجتهد وبيحاول يعمل عليه وبيقعد ويكتب، لكن في الاخر يحس بملل ويحس ان هو مش قادر ويزهق والتحصيل قليل، يقوم قايم وسايب الموضوع. الطالب الثالث اللي حفظ فعلا، او الطالبة الثالثة اللي حافظت فعلا وبذلت مجهود وسمعت وكانت مبسوط جدا ان هو قدر ان هو يسيطر على الكم ده، لكن ما هو الا 2 او 3 اسابيع يعدي وحاسس ان ناسك كل حاجة. يا ترى انت انه نوع من انواع الطلاب بقى الثلاثة؟ انت اللي مأجل وهتكتشف المشكلة حيث لا حل في النهاية، ولا انت اللي بيحاول ومش عارف، ولا انت اللي فعلا حفظت وبتنسى؟ الحقيقة سبب المشكلة دي ايه؟ يعني ليه المادة كده تقيلة كده ودسمة على البعض كده يعني؟ اولا انت عارف المادة النظرية كلامها كتير، ودي مادة نظرية وطبيعة المواد النظرية كلها كده، دي طبيعة. كمان المتشابهات فيها كتير، يعني فيها معلومات شبه بعضها. غير كده بقى ان الطلاب بيدرسوا الكلام ده يقولك احنا بندرس الادب ليه وهنعمل بايه، يعني الطالب مش مؤمن اصلا باللي بيعمله، فده طبعا عبء جديد يضاف الى عبء المعلومات الكتيرة ان الطالب بيعمل حاجة اصلا
هو مش حبيبها ومش مؤمن بها أساسا. كمان في طلاب كتيرة جدا عندهم شعور بالتعالي ناحية الحفظ. معلش اسمعوا الكلام ده هيفرق كتير معاكم، لعشان لما أقدم الحل يبقى الحل مقبول والحل على قمة الاقتناع علشان نقدر نناقش المشكلة قبل ما نحلها. بقول إن في طلاب كتيرة جدا بتتعالى على مسألة الحفظ، يعني يقول لك أنا أصلا ما بعرفش أحفظ، أنا رجل عبقري أو أنا بنت عبقرية وأنا بحل الرياضة وبحل مسائل الفيزياء وأنا بقى حكاية الحفظ دي بصراحة بتضايقني جدا، وبيشعر بنوع من الموت عنه ما بيعرفش يحفظ. في حين انت لو جيتوا تقربوا كده هتلاقوا ان معظم المواد اللي عندكم حفظ اصلا، حتى المواد العلميه الاحياء والكيمياء طبعا فيها مواد فيها جزء كبير جدا جدا منه حفظ معلومات للقدره على استرجاعها. فجماعه سيبنا من حكايه ان احنا الحفظ احنا ما بنحفظش احنا بنفهم بس، لا طبعا ثلاثه ارباع العلم حفظ، فانتبهوا لهذه المساله جيدا. الكسل بقى طبعا عند الطلاب كثيره جدا، عايز يعني يحقق اعلى انتاج باقل مجهود بنوع من الاستهتار، وما فيش حتى وسيلة يحقق بها ده. الحفظ الغلط، طريقة الحفظ الغلط، طلاب بتحفظ يا جماعة بطريقة في منتهى الخطأ، انه بيمسك الأدب وعايز يسمعه كلمة كلمة وحرف حرف وكأنه صورة قرآنية او نص مقدس هو بيسمعه ومش عايز ينسى منه ولا كلمة، وده طبعا دي طريقة غلط. وكذلك المستهترون الذين يحفظون بقى كنوع من انه يحفظ رؤوس الموضوعات ومش عارف ولا اي حاجة ولا يعرف يتكلم حتى عن الموضوعات ديت، وينسى نص الموضوعات دي كمان والعناصر ينساها، وبالتالي في الاخر تلاقيه ما حفظش. فالزائد اخو الناقص، يعني اللي زودها وعايز يحفظ الادب كانه قران كريم ده مبالغ فيها، والتاني اللي هو شايف انه يحفظ اي حاجة ويقول من عنده ده برضه غلط. كثرة الأعباء، أنا بقى معترف معاكم أن الأدب بيمثل مشكلة في وسط الأعباء الكتيرة اللي الطالب مكلف بيها، لأن طبعا مواد كتير، سنة عامة سنة واحدة وأكتر من 7 مواد على دماغ الطالب، فبيجي في وسط الهيصة دي وفي وسط الأعباء دي كمان تقول لي احفظ أدب، فده طبعا دي سبب المشكلة. يبقى احنا عرفنا أنواع الطلاب وسبب المشكلة. النتائج بقى طبعا احنا عارفينها كلنا، كلنا ملمسنا الإحباط، كره المادة، اللجوء للغش أو الملخصات، وطبعا الأدب لا مادة تنفع تتغش لأنها طبعا طويلة جدا عشان أغشها، يا إما ملخصات مخلة في الموضوع. طب وبعدين؟ مفيش حل؟ لا إن شاء الله في حل. نتفق اولا يا جماعه قبل ما نعمل اي حاجه، مش الادب بس اللي بيحتاج لحفظ، ده كل المواد زي ما اتفقنا محتاجه لحفظ. يعني اللي بيدرس احياء يا جماعه مش كلها حفظ، اللي بيدرس حتى كمان الفيزياء مش عندك جزء نظري وحفظ وقوانين حفظ، اللي عندك اللي عنده كيمياء اللي عنده تاريخ اللي اي يا جماعه زي ما قلت ثلاثه ارباع العلم الحفظ. فبلاش حكايه ان احنا نتهم الادب انه الماده الوحيده اللي هو تقيله وثقيله الظل لانها كثيره الحفظ، لا كل المواد طبيعتها كده. كمان ننطف المساله شويه ونفهم الادب، ان الادب بجد ماده سهله الفهم. يعني انا مش شايف طالب في الدنيا يقول لي انا مش فاهم ادب. يعني ايه مش فاهم ادب؟ الادب ده حكايه، ده شويه شعراء عملوا حاجه، شويه مشعراء عملوا مدرسه لها بعض الخصائص. كونك بقى انك مؤمن او مش مؤمن، حابب او مش حابب، احنا مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم في ان المعلومات فعلا في الادب سهله، وده ينشئ بينك وما بين الادب ود، ويخليك تشعر بان الادب مش مساله صعبه قوي ولا محتاجه ايام وايام عشان تفهمها، لا الادب ان شاء الله سهل الفهم، وبالتالي هذا يساعد ان شاء الله على الحفظ. كمان يا شباب الادب من ضمن الاهداف برضه اللي تخليك يعني تقبل عليه حتى ولو معنويا، انه بيخليك مثقف قوي ما بين الناس. يعني لما بتيجي سيره العقاد، لما بتيجي سيره مصطفى صدر الرفعي، لما تيجي سيره طه حسين، لما تيجي سيره مثلا المذهب الكلاسيكي، لما تيجي تحس كده انك انت معاك معلومات الناس المثقفه الناس المتعلمه. فالادب بيعطيك بريق كده في وسط الناس لما تتكلم وتتحدث وتسمع وتفهم وتناقش، فده طبعا بيديك مكانه. فدي برضه من الحاجات اللي ممكن تخليك تحببك في هذه المادة اللطيفة البسيطة إن شاء الله رب العالمين. مشكلة الأدب يا جماعة بتنحصر في كثرة المعلومات، يعني هي الفكرة كلها إن عندي معلومات كتيرة وعايز أنظمها. يبقى ده أول حاجة نتفق عشان نلاقي الحل، إحنا بنناقش دلوقتي الحل. كمان بعد ما نتفق نفهم بقى، نفهم ثانيا أكتر وسيلة فعالة لسرعة حفظ الأدب هي فهمي أولا، فعلا إن إحنا نقرأ كده بمزاج وعلى مهلنا ونحاول نفهمه. كمان وإحنا بنفهمه نحاول نخليه قصة. يعني انا لما اقول لك العقاد وشكري والمزني الثلاثه كانوا اصحاب وعملوا مدرسه وبعدين كانوا زعلانين من الكلاسيكيين، احفظ كده الاول، يعني صوره قصه، صوره حكايه متكامله وكانها لها بدايه وسط ونهايه، كانها قصه عاديه جدا. كمان يا شباب لما نتعب الصبر هو الطريق الوحيد للوصول للهدف. بصوا يا جماعه في حاجات هنقابلها وعايزه صبر وعايزه تعب، لكن الطالب ساعات بيستخسر تعبه لانه مش واثق ان تعبه ده هيجيب فايده. لا يا سيدي ما تخافش، بطريقه الخريطه الذهنيه ان شاء الله تعبك هيجيب فايده باذن الله رب العالمين، وهتلاقي المساله بسيطه وهتلاقي كل مدرسه تقريبا في صفحه واحده دون اخلال ان شاء الله.
كمان طبيعة الأدب أنه مهما حفظ ينسى، ودي حاجة عايز أنبه لها الطلاب. بص أنت مهما سيطرت على الأدب ومهما حسيت أن الأدب ده بقى في إيدك وأنت خلاص حفظته وسمعت لكل أفراد الأسرة والعائلة والجيران والأصحاب والأصدقاء، برضه هتيجي بعد أسبوع اتنين وهتلاقي نفسك نسيت الأدب. فانتبهوا أن مسألة النسيان دي طبيعية، وما فيش مش بتجيبش إحباط بقى، لا أنا متوقع أن أنا اللي بحفظه ده ممكن أنساه، بس بالمراجعة واحد يقول لك طب ما أنا أستاذ أنا هحفظه دلوقتي ليه؟ طب ما أنا هنساه. لا ما هو خلي بالك الطريقه اللي لازم نفهم علميا ان انا لما بحفظ حاجه وبرجع اراجعها انا مش بنساها كلها بنسبه 100%، لا انا بنساها بنسبه مثلا لو حفظت الحاجه دي كمان اسبوع بنسى منها 20-30% بس مش ال 100%، وبالتالي لما براجعها برجعها بسرعه. فلذلك مساله انك تحفظ الادب وتراجعه بعد كده على فكره فاقد النسيان بيقل، يعني انا لو اول مره احفظه بعد اسبوع افقد 40%، طب راجعته ويفوت اسبوع لا ما افقدش 40 افقد 30-25، طب بعد اسبوع رجعته ابدا بص تبدا ان الفاقد يقل نسبه النسيان المعلومات تقل. فانت محتاج دلوقتي فتره اسبوع او اتنين او ثلاثه تراجع فيها الادب عشان يبقى نسبه الفاقد بتاع الادب ايه يا شباب يقل. فلو سمحت انت بعد ما تحفظه وبعد ما تشعر ان شاء الرحمن الرحيم بعد هذه الطريقه الجميله العلميه الرائعه طريقه الخرائط الذهنيه ان شاء الرحمن الرحيم انت مطالب انك انت الخرائط الذهنيه دي تتابعها. وهقول لكم على فكره جميله اثناء واحنا بنتكلم ان احنا نعمل الخريطه بعد ما نشوفها مليانه معلومات، هديكم فرصه ان كنتوا تطبعوها خرائط صماء، هي نفس الخريطه خرائط صماء، وتبدا انت كمان ايه تدون المعلومات فيها ان شاء الله رب العالمين. كمان نخترع يا جماعه عشان بقى واحنا يعني نفهم بعد ما نفهم بعد ما فهمنا واتفقنا نخترع طرق للحفظ، ومن ضمن الطرق ديت مثلا انك انت تجيب ورقه فلوسكاب مثلا وعندك خصائص المدرسه تبدا تحفظ اول كلمه في كل عنصر بس وتكمل من عندك او تكتبها يعني. كمان تقدر تخطط بالالوان، تخطيط الالوان على فكره والدوائر بس مش كتير، يعني انت دايما اتفق اللون الاحمر لكذا، اللون الاحمر للمعلومات المهمه قوي لو عندك الوان قلم فسفوري ولا حاجه، اللون الاصفر مثلا للمعلومات اللي هي مثلا بتنساها كتير، اللون مثلا الازرق لكذا. فانت اختار كده ثلاث الوان كل لون ليه دلاله معينه عندك وابدا استخدم هذه الطريقه، ودي علميا من الطرق اللي بتساعد على الحفظ. كمان تصنيف المعلومات، يعني انا لما احفظ ثلاث اربع مدارس مع بعض ابدا افهم ان كل مدرسه فيها رواد كويس، وكل مدرسه فيها عوامل بتاثر فيها، كل مدرسه فيها خصائص، ابدا بقى اصنف المعلومات عشان مساله التصنيف والترتيب دي بتعمل عمليه استعاده المعلومه بسرعه. واخيرا يا شباب من ضمن الوسائل الرائعه ان احنا نسيطر على الادب هي وسيلتنا النهارده هي الخريطه الذهنيه. تعالوا بقى نتوكل على الله ونسمي بسم الله كده ونتوكل على الله ونشوف بقى هنراجع الادب ازاي بالخريطه او طريقه الخرائط اللي هي شباب الخرائط الذهنيه. تعالوا بقى نشوف أول خريطة ذهنية مع بعض النهاردة خاصة بمدرسة الإحياء والبعث أو ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية. احنا عارفين ان المدرسة ديت بدأت بفكرة رئيسية وهي فكرة ضعف الشعر. يا ترى ايه مظاهر الضعف ده؟ وليه كان الشعر ضعيف كده؟ وايه العوامل اللي هتخرجنا من الضعف ده؟ والعوامل دي هتنتج رواد وتلاميذ، مين هم الرواد دول ومين التلاميذ وازاي كانوا بيتعلموا، والتلاميذ دول ايه العوامل اللي اثرت فيهم. فشفت كانها حكايه وقدامك الكلام واضح بافكاره الرئيسيه بافكاره الفرعيه بشويه كلمات هتزودها من عندك هتلاقي نفسك حفظت النقطه دي، والنقطه دي جوهريه جدا في مدرسه الحوار والبحث. طب يا استاذ يعني انا لما يجي يقول لي مظاهر الضعف اكتب دول بس؟ هم دول اللي مكتوبين، ضعف الاسلوب وركاكته، الركاكه اللي هي الضعف، جهل القارئين له، ولم يعد اللغه العربيه جلالها ولا بهاءها. طب واسباب الضعف؟ لا اسباب الضعف دي مجرد كلمات مفتاحيه انت هتكمل من عندك مش محتاجه حفظ، انا بقول تاني اهو مش محتاج امسك ورقه وقلم واسمع التتار عملوا ايه واشوف تيمور لانك جه السنه كام واشوف مش عارف جنكيز خان عمل ايه، لا انا مش بدرس تاريخ، انا بس هدي اشاره لتدمير التتار لمكتبه بغداد لان دي اهم عنصر، واحرقوا الكتب والقوها في نهر دجله، وان مصر استطاعت ان تصد هذا الغزو التتري حتى بعد ما جه تيمور لانك مصر برضه قومته، لكن كنا بنصرف وقت كتير وجهد كبير في صد غارات التتار مش في التقدم الحضاري. الكلام ده مش محتاج يا جماعه تكتبه بالنص زي ما انا قلته كده، انت يكفي انك تعرف ان التتار وما دمرت ومصر صدتها. طب والمماليك؟
احنا عارفين ان المماليك كانوا اهل حرب وقتال مش اهل ادب وثقافه، فلذلك الشعر اياميهم والادب عموما والثقافه عموما قلت جدا. لما جم الترك برضو، انا الترك مش محتاج افضل احفظ واسمع عملوا ايه بالظبط، لا الترك انا عارف يعني ايماءات واشارات كده ان الترك عملوا ايه. الترك فرضوا على مصر اللغه التركيه، الغوا ديوان الانشاء، كانوا بياخدوا كل الكفاءات ويوديها تركيا، عايشوا مصر في عزله وعزلوها عن العالم. شوف حكايه من التاريخ اللي انت درست، يمكن بعض الكلام ده انت سمعته من الاعداديه انت سامعه. طيب انا عرفت كده مظاهر ضعف الشعر واسباب ضعفه، طب عوامل النهضه هي ايه؟ يكفي ان انت تعرف محمد علي عمل ايه. محمد علي كان هو والحمله الفرنسيه، طبعا الحمله الفرنسيه كانت الاول، كسرت سور العزله، دخلت مجموعه من العلماء بداوا يدرسوا في مصر ووصلت مصر بالعالم الخارجي. ومحمد علي كمان قدر ان هو يهتم بالتراث ويرسل بعثات الى الخارج ويهتم بالتعليم والمدارس والجيش، وبدات النهضه الحقيقيه في عهد محمد علي اللي انتجت ايه. اشوف كده كانها قصه كده متماسكه مع بعضيها. العوامل دي انتجت مين؟ انتجت رواد كثيره، من اشهرهم البارودي واحمد شوقي واحمد محرم، دول رواد المدرسه. اي نعم في اسماعيل السعاتي والخشاب وفي كثير من الكتاب الرائعين في المدرسه، لكن يكفيك انك تعرف اهم ثلاثه او الاعمده الثلاثه في مدرسه الاحياء والبعث ومدرسه الكلاسيكيه، وهي البارودي واحمد شوقي واحمد محرم. الرواد دولت، طب التلاميذ دول اتعلموا من مين؟ مما نشره البارودي. في ناس ما اتذكرش اسمها او في حكايه مما نشرها البارودي، لكن في ناس اتعلموا بالمشافهه زي احمد شوقي وحافظ ابراهيم واسماعيل صبري ومحمد عبد المطلب. والمراسله اتعلم مين؟ اتعلم شكيب ارسلان. طبعا انت عارف ان دي معلومات سريعه وبسيطه وان شاء الله تستقر في ذهنك سريعا. طب التلاميذ والرواد دول ايه اللي حصل لهم؟ اتاثروا بمجموعه من العوامل. البارودي اتاثر لوحده بعوامل، وجيل التطوير اتاثروا بعوامل. يعني البارودي اتاثر بالايمان بعظمه مصر وبالشعر القديم، انما جيل التطوير اتاثر انفتاح على الثقافة الغربية والنضال الوطني والإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية. أظن يا شباب أكيد بالله عليكم الطريقة دي أوضح وأسرع وأسهل وأجمل من طريقة مجموعة الكلمات الكتيرة أو اللي في الصفحة اللي ما ببقاش عارف فيها زي ما بيقولوا راس من رجلية. لا هنا أنا عارف كويس قوي، أنا انطلقت من مظاهر الضعف لأسباب الضعف لعوامل النهضة، وعوامل النهضة أنتجت لي رواد وتلاميذ، والرواد والتلاميذ دول تأثروا بإيه يا شباب؟ تأثروا بعوامل. أروح بقى لأحد هؤلاء الرواد، وأعظم هؤلاء الرواد هو البارودي. الحقيقة في كلام كتير جدا عن البارودي اتقال في الكتاب، بدأ بدور البارودي والخصائص الشعر البارودي ومعارضاته. يعني هنا أنا قبل ما أعمل أي حاجة أعرف أنا هدرس إيه في الصفحة دي، في إيه، ما روحش على الأفكار الفرعية ديت وأنا تايه. لا، الأول أبدأ بيه إيه اللي هعرفه في البارودي. طبعا نبدأ بدوره. بالنسبة لدوره التعارف، اللغة، الموضوعات، العاطفة، الخيال، الموسيقى. بص كده العناصر واضحة قصادك خالص. اللغة شوف قبل البارودي وبعد البارودي، الموضوعات قبل البارودي وبعد البارودي، العاطفة، الخيال، الموسيقى. وإن كان في بيت شعر بستشهد بيه، بيت خفيف خالص، بص أهو تعالى كده. اللغة قبل البارودي كانت إيه؟ إلا فيها ضعف، ابتذال، تكلف، غموض، لكن بعد البارودي بقت قوية وصحيحة التركيب وواضحة. طب وقبل البارودي بقى الموضوعات كانت امور شخصيه وسطحيه وتكرار، لكن بعد البارودي ايه اللي حصل؟ بقى في حياه معاصره وقضايا قوميه بيناقشها، حزن على ايام الشباب، وصف الحروب، رسائل الاهل، شكوى الزمان، وصف الطبيعه والغزل. والعاطفه اصبحت على ايد البارودي تحمل احاسيس ذاتيه قويه حاره. الكلام ده يا جماعه اكتبوا هتاخد الدرجه النهائيه، انا كده مش مختصر حاجه، انا بالعكس كده موضح لك كل حاجه تقريبا. الخيال اتسم بالاتساع والقوه، اعتمد على حواسه، فجعل من التشبيهات والاستعارات لوحات رائعه جميله زي اهو بص بيت الشعر اهو كانه طبعا لازم نحفظ ابيات الشعر يا شباب، ولازم زي ما قلت لكم ان في حاجات هتحتاج مننا في الطريق الى صبر، فلازم نصبر يا شباب. فالبارودي مثلا بيقول لنا كان غرتها من تحت ترتها فجر بجانحه الظلماء منتقب. ده بيت شعر كده بيوصف فيه امرأة جميلة ان وجهها ابيض وشعرها اسود، فكأنها الفجر بينفجر ضوءه وسط السماء المظلمة. فالفجر ابيض والسماء حواليه مظلمة، فهو تشبيه تمثيل، يعني شبه وجه المرأة وسط شعرها الاسود او طرحتها السوداء بالفجر الذي ينفجر في السماء. ده تشبيه جميل من تشبيهات البارودي، لان بيجي دايما يقول لك مستشهدا على ما تقول. الموسيقى اتسمت بجرس قوي اخاز اعتمد فيه على وحده الوزن والقافيه زي ما احنا عارفين. ده بالنسبه للبارودي ودوره. طب خصائص شعره ايه؟ خصائص شعره
محاكاة على فكرة دي خصائص شعر البارودي أو خصائص شعر مدرسة الأحياء والبعث عموما. فاكر أنت محاكاة القدماء في أخيلتهم وتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، البدء بالغزل والنسيب، النسيب اللي هو الحزن يعني شباب، قيام القصيدة على وحدة البيت فكل بيت وحدة أو مجموعة أبيات يكونوا فكرة مستقلة. أنت عارف أن القصيدة الكلاسيكية فيها تفكك للوحدة العضوية، العناية بالأسلوب عشان كده الجانب البياني تغلب قوي على الجانب أو على المضمون، متابعة القدماء في موضوعاتهم من مدح وغزل وفخر ورساء، اقتباس بعض المعاني من القديم مثل الوقوف على الأطلال واستعارة بعض الألفاظ مثل عيون المها، مناجاة الصاحب ومخاطبة شخص آخر في بداية قصائدهم زي افتتاح شوقي قم ناجي جلقة وقم حي النيرات، دي اسمها خصائص البارودي. ممكن بقى أمسك محاكاة القدماء، وحدة البيت، العناية بالأسلوب، متابعة القدماء في موضوعاتهم، اقتباس بعض المعاني من القديم، بص كده مناجاة الصاحب ومخاطبة شخص، ديت الخصائص. أخذ كل كلمة كده وكمل من عندي إن شاء الله. عندك بقى معارضات البارودي. البارودي أثبت أن الضعف في الشعر العربي كان راجع لضعف الشعراء وليس اللغة، دي أول نقطة، دي مهمة جدا. ماذا أثبت البارودي من خلال معارضاته؟ خلي بالك الحتة دي مهمة عشان تكون فاهم، في الامتحانات بيحبوا يعني إيه يلمسوها شوية. كمان عارض كبار الشعراء زي أبو نواس ومرئ القيس وعنترة وأبو تمام وغير ذلك. يقول البارودي طبعا مهمة جدا، بص أنا كده كل البارودي في صفحة واحدة يا جماعة، لا بتقلب صفحة ولا بتقعد تتفرع كتير في المعلومات ولا كلمات زيادة، أنا ربنا يعلم صفت لك الكلام تماما من أي شوائب وأي زيادات. يعني البارودي كان بيعرض أبا نواس، هو كم ليلة أفنيت عمر ظلامها إلى أن بدا للصبح في العارضين قطير، وذلك في قول أبي نواس وما زلت تليه النصيحة إلى أن بدا في العارضين قطير، دي إلى أن بدا للصبح فيه قطير، تمام يا شباب. فده عن البارودي وعن دوره. بص قدامك اهو ببساطة شديدة جدا أي حاجة عن البارودي مكتوبة، ده كمان بالاستشهاد. صلت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نيجي بقى لجيل التطوير. احنا عارفين ان جيل التطوير اللي هو جه بعد البارودي، ادي خصائص شعرهم يا سيدي، هندرس خصائص شعرهم وهندرس نشاطهم السياسي والاجتماعي، وهنطلع بشخصين مهمين جدا هنتكلم عنهم اللي هو احمد شوقي واحمد محرم. يبقى انا كده في جيل التطوير عرفت راسي من رجلي، مش عمال احفظ كلامه خلاص مش عارف بدايته ونهايته فين. خصائص شعرهم ايه اللي حصل؟ ارتبطوا بقضايا مجتمعهم زي البارودي وناقشوا مشكلات الاجتماعيه والسياسيه، اهتموا بالناحيه البيانيه ولم يقتصروا على المحاكاه، ما كانوش بيقلدوا بس يعني، حاولوا يوائموا ما بين اتجاهين. يعني ايه يوائموا؟ يناسبوا ما بين اتجاهين اللي هو الاخذ من التراث والالتفات الى ثقافه العصر، كانت ثقافه مزدوجه القديم والحديث يعني، كمان الاتجاه الى الوحده الايه؟ الاتجاه. خلي بالك عشان ما حدش يقول لي طب ما هو شوقي في جيل التطوير ومع ذلك قصيده غربه وحنين على مستواها، على القصيده كلها ال 84 بيت يعتبر ما فيش وحده عضويه لان فيها تعدد اغراض، اقول له اه هم ما قالوش حققوا الوحده العضويه، احنا قلنا اتجهوا الى تحقيق الوحده الايه؟ العضويه، لان في فرق طبعا، اتجهوا يعني بداوا الله اعلم حققوا ولا لا. أدت الصحافة برضو إلى تحسين شعرهم وسهولته لأنهم يخاطبون الجماهير. بص جمل سريعة رشيقة جميلة بعيدة عن التكلف وعن طول الجمل اللي ممكن يتعبك. كمان نشاطهم الاجتماعي والسياسي الحتة دي مهمة لأنها طبعا بتمثل مشاركتهم في حادث الدنشواي، معروفة لما أهو اللي حافظ إبراهيم لما قال إنما نحن والحمام سواء، لا لم تغادر أطواقنا الأجياد، لم تغادر أطواقنا الأجياد. فهنا يشبه نفسه بالحمام الذي حصد في هذه المجزرة التي حدثت في دنشواي على يد الظالم لورد كرومر. نادوا بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، نادوا بقانون المطبوعات وحرية الصحافة. شوف أنا بكمل من عنده، وحدة الأمة مسلمين وأقباط، إنشاء الجامعة المصرية. يبقى ده دي خصائص وإيه شباب ونشاطهم الاجتماعي. في الناحية التانية هنلاقي طبعا أكيد ما ننفعش نتكلم عن جيل التطوير ما نتكلمش عن أحمد شوقي. يا ترى إيه العوامل اللي أثرت في شوقي؟ إنه درس الحقوق وطلع على الأدب الفرنسية والتركية، اتأثر بالجمهور، اتأثر بالنقاد والحركة الوطنية. طب دوره إيه؟ دور شوقي ايه؟ ساب المديح، اتجه للتاريخ، اتجه الاسلامي، وصف المنجزات العصريه زي همه الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء، وكمان عمل لنا الشعر المسرحي. والشعر المسرحي زي ما احنا عارفين كان عنده 7 مسرحيات، عنتره ومجنون ليلى وقنبيز وكليوباترا والست هدى واميره الاندلس، وبذلك استحق شوقي ان يكون اميرا للشعراء. يعني تخيل لو انا جبت لك قلت لك علل ليه شوقي امير للشعراء، هتقول لي العوامل اللي اثرت فيه في صوره الكلمات السريعه ديت، وتقول لي المنجزات واللي اضافها للشعر العربي. احمد محرم دوره بتالي كلنا عارفينه، لو قريناه مره واحده هنعرفه، هو اتجه للقصص التاريخي في مطوله تسمى مجد الاسلام او ما يعرف بالالياذه الاسلاميه. بص جيل التطوير ببساطه بسرعه، مفيش معلومات ناقصه، المعلومات قدامك هي صفحه واحده ماسكه جيل التطوير ككل. تعال شوف بقى لما تيجي بقى الخريطه العبقريه دي تلم لك الاحياء والبعث كلها على بعضها.
يعني انت ذكرت الاول الضعف مظاهره واسبابه وعوامل النهضه واللي ادت الى ظهور رواد وتلاميذ، ورواد وتلاميذ اتاثروا بعوامل، وبعدين خدنا البارودي على جنب وبينا لك خصائص شعره وقلت لك على دوره مش كده، وقلت لك كمان على معارضاته المهمه، وخدنا جيل التطوير على جنب وقلت لك عملوا ايه. طب تعالى نحاول بقى نقرب اكتر ونشوف المدرسه الكلاسيكيه كلها على بعضها كتربيه معلومات، نفس الكلام اللي قلته لكن بص بقى الجمال فيها. هنبدا من هنا، بص ادي ضعف الشعر اللي كان مظاهر الضعف قدامك اهي، واسباب الضعف اهي، وعامل النهضه اهي. بص انطلق السهم، قال لك لما ابدا من هنا انطلق مع السهم اهو. ادى الرواد، ادي رقم 2 رواد وتلاميذ. الرواد والتلاميذ اتاثروا باذا ما انت عارف بعوامل. طب العوامل دي انتجت ان البارودي بقى له خصائص وبقى له دور، صح؟ وبعدين جيل التطوير نفس الحكايه برضو، العوامل دي اثرت في مين؟ في البارودي وفي مين يا شباب؟ وفي جيل التطوير. وده نفس الكلام اللي قلناه قبل كده قدامك، هو اعاده افاده وتثبيتا للمعلومه. ولكن خلي بالك ان رقم 6، خلي بالك انا بص انا منطلق ادي 1 2 3 4، بص اهوت 5 صح كده، وفي الاخر خالص بلاقي انا عندي اهوت 5 بيلتقوا جميعا في العيوب. يعني 5 بتاعت البارودي و5 بتاعت جيل التطوير هيلتقوا هنا فين يا شباب؟ هيلتقوا في العيوب. اذا يا شباب انتبهوا، هذه العيوب معروفه للجميع، وهي عيوب مدرسه الكلاسيكيه اللي هي شعر المناسبات والاهتمام بالشكل على حساب المضمون وتفكك كل وحده العضويه. بالله عليك لو انت طبع الخريطه ديت وقدامك تراجعها في قد ايه؟ في دقائق معدودة، مع سيطرة على المعلومات، مع معرفة الأفكار الفرعية من الأفكار الرئيسية، من الكلمات التوضيحية، من إن بعض الكلمات عندي أنا مش شرط أكتبها، أنا حافظها في دماغي، ولما يجي وقتها ما تخافش هتفتكرها وهتقولها إن شاء الله رب العالمين. فيا شباب يا رب تكونوا المدرسة الكلاسيكية، وهي من أطول وأكثر المدارس تفريعات، وأنا بعتبرها من المدارس الدسمة اللي الطلبة كتير بيشتكوا من حفظها. أرجو إن تكون خريطة الذهنية هذه المدرسة إن شاء الرحمن الرحيم قضت على هذه المشكلة بإذن الله. فاصل أبناء الطلاب ونواصل لمعرفة المدارس الرومانسية إن شاء الله مع بعض، نتصفحها. يا ترى مطران عمل إيه، ويا ترى الديوان عملت إيه، ويا ترى أبولو عملت إيه، والمدارس الرومانسية كلها على المهاجر عملت إيه، والمدارس الرومانسية كلها على بعضها عملت إيه إن شاء الله رب العالمين. فاصل أبناء الطلاب ونواصل. تعالوا بقى نتوكل على الله ونطبق الخرائط الذهنية على المدارس الرومانسية. المدارس الرومانسية 4 مدارس بتبدأ بمطران، ثم الديوان، ثم أبولو، ثم المهاجر. مطران هو يعتبر الخطوة الأولى، أو يعتبر الأب الروحي لهذه المدارس الرومانسية، ولقب بشاعر القطرين. ورغم إيمانه الشديد بما يفعل ورغم شعره الجديد، إلا أنه لم يدعو لمذهبه صراحة. عارفين ليه؟ لأنه طبعا كان خايف من الإحيائيين وكانت عنده طبيعة انطوائية. طب يا ترى ليه مطران اتجه للرومانسية أصلا؟ مطران اتجه للرومانسية بسبب أنه في طبيعة لبنان نشأ، وتعرفين الرومانسية مبنية على الطبيعة وحب الطبيعة، إحساس مطران المرهف وعاطفته الجياشة، اطلاعه على الرومانسية الفرنسية. هذه العوامل جعلت مطران يتجه إلى الرومانسية، ثم يأتي إلى مصر ويكتب بعض الشعر، وفي ديوانه كتب مقدمة وحط فيها خلاصة خصائص شعر اللي هي القصيدة. لابد أنها تكون تجربة تجمع ما بين الشعر والمتلقي، واهتم جدا بالوحدة العضوية ونادى الاهتمام بها، واهتم جدا بالخيال واللغة، كان لابد أن تكون حية نابضة من خلال المشاعر والأحاسيس. لكن احتفظ مطران بنفس الشكل التقليدي للقصيدة، فيعتبر مطران خطوة انتقالية. السؤال اللي كتير قوي هيصدعوك بيه، لماذا مطران يعد خطوة انتقالية وليس ثورة نهائية؟ تقوم كتب له الخصائص اللي قدام سعادتك ديت، هو هي دي الإجابة. ملحوظة طبعا، لما يجي يقول لي ليه انتشرت الكلاسيك، ليه انتشرت الرومانسية رغم عدم الدعوة إليها، انتشرت في الوطن العربي وبقى لمطران تلاميذ وإلى آخره، هنقول لتفادي عيوب الكلاسيكية، وتروح ذاكر له عيوب الكلاسيكية اللي درسناها في الخريطة الذهنية السابقة عن الإحياء والبعث، اللي بتتكلم عن جمود الإحيائيين وشعر المناسبات وتفكك كل واحدة العضوية والاهتمام بالشكل على حساب المضمون إلى آخر. طبعا بعد مطران تيجي مدرسة الديوان. مدرسة الديوان هي من المدارس الكبيرة في الرومانسية، وبرضه هندرس فيها 3 نقاط أساسية وبعض الملاحظات. النقاط الأساسية الرواد والعوامل والخصائص. يا ترى الرواد مين؟ أشهر رواد مدرسة الديوان العقاد وشكري والمزني، عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وعبد القادر المزني.
طب ايه العوامل اللي اثرت في الثلاث شباب دولت؟ الثلاث عوامل دول مهمين قوي. كابتن استعمار البغيض، عارفين طبعا كان في فتره استعمار، ومطران باعتباره الاب الروحي، والثقافه الانجليزيه والعربيه. وخلي بالك كان مطران ثقافته فرنسيه وعربيه، لكن هم ثقافتهم انجليزيه وعربيه. نروح واحده واحده بقى كده للخصائص. هنلاقي الخصائص، اولا مفهوم الشعر عندهم، فاكر انه عباره عن تعبير عن النفس الانسانيه. اهتموا جدا بالوحده العضويه، تاملوا في الكون واسراره وظهور مسحه الحزن والتشاؤم عندهم. طبعا كرومانسيين، صدق في التعبير، استخدموا لغه عصريه، تخلصوا من التعبيرات القديمه لانه كانوا ضد الكلاسيكيه، البعد عن شعر المناسبات والموضوعات السياسيه والاجتماعيه. انت عارفين كل الرومانسيين كده على فكره، مش هم بس. الذهنيه اللي هو تغليب الجانب الفكري على الجانب الوجداني، وطبعا ده شيء يعاب عليهم. ليه يعاب عليهم؟ لو بتفهم شعر تلاقي ان الشعر اصله العاطفه وليس الايه، الافكار موجوده في الشعر لكن العاطفه لابد ان تكون قويه. زي ما قلنا مزجوا ما بين ثقافتهم العربيه والانجليزيه، واهتموا بفكره العنونه وهي وضع عنوان لمجموعه من القصائد في ديوان واحد. يعني خرجوا بدل عنوان القصيده الواحده الى مجموعه قصائد في ديوان واحد تحت عنوان واحد. برضه استحدثوا موضوعات جديده زي رسائل المزن لنفسي ورجل المرور والكواء. استخدموا القصه والحكايه، وعلى فكره احنا عندنا قصيده اسمها الشعر صوره الكمال عن مدرسه الديوان عن عبد الرحمن شكري، وهو يحكي فيها قصه الشاعر الذي سعى وراء الكمال ثم كانت نهايته الموت. ممكن نستشهد ببعض الابيات ونحفظها من الشعر صوره الكمال عشان نستشهد بها هنا. الدعوه للشعر المرسل، وطبعا بدايه من الديوان، ابولو، المهاجر، حتى الواقعيه كمان، كله هيدعو للشعر المرسل اللي هو الخروج على الوزن والشباب والقافيه. بدعوة انها بتسبب الرتابة والملل. خلي بالك الحتة دي مهمة، لما يجي يقول لك لماذا دعت الديوان الى التخلي عن الوزن والقافية، هقول له بدعوة انها تسبب الرتابة والملل. ولما اجي اتكلم بقى، لو سمحتوا الاشارات بقى اللي فاضلة، لما اجي اتكلم عن الشعر المرسل هتكلم اللي هو تنوع القافية، يعني هتكلم عن أسائل أمنا الأرض سؤال الطفل للأم، جزاها الله من أم إذا ما أنجبت تئد. يعني بص هنا البيت ده منتهي بكلمه الام، والبيت ده منتهي بكلمه تئد، وبالتالي هنا القافيه متنوعه. ولما اجي اتكلم عن الذهنيه، الاشاره الثانيه، لما احد الشعراء وهو المزني يقول لبست رداء الدهر 20 حجة و2، يعني 22 سنه، يعني يا شوقي الى خلع ذا البردي. كتاب ده، هذا البيت ورد في كتاب المدرسه، فاردت ان اشير اليه عشان نستشهد به في الذهنيه. برضو إشارة مهمة إن كان في صراع قوي ما بين مدرسة الإحياء والبعث اللي هي مدرسة الكلاسيكية اللي فاتت اللي قبل مطران، وما بين مدرسة الديوان، وكان الصراع ده صراع على صفحات الجرائد وفي الكتب وفي المجلات، لدرجة إن الديوانيين رصدوا عيوب الكلاسيكيين وحطوها في كتاب ونشروه في السوق، وكان اسمه الديوان، الكتاب ده كان اسمه الديوان أو المجلة دي اسمها الديوان، وبالتالي اشتهر اسمهم بالديوان أو عرفوا بمدرسة الديوان. يبقى لما اقول لك لماذا سميت مدرسه الديوان بهذا الاسم، تقول لي قصه الكتاب اللي نشروه وحطوا فيه عيوب الكلاسيكيين. ايضا لازم نشير الى ان مدرسه الديوان تفككت في النهايه، ان حصل خلاف ما بين شكري والمزني، والعقاد جاء بجانب المزني وهجم شكري على صفحات الجرائد، وقدر شكري يسافر الى امريكا، والعقاد والمزني كل واحد فيهم اتجه، العقاد اتجه الى الفلسفه والمزني اتجه الى كتابه الروايات، وبالتالي خلت الساحه الادبيه من رائد يقودها وتفككت مدرسه الديوان. دي كانت الخطوه الثانيه في الايه شباب في الرومانسيه، ببساطه وبهدوء كده وبدون اي نوع من زحمه المعلومات. نيجي للخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه اللي هي مدرسه ابولو، برضه هندرس فيها عوامل ورواد وخصائص، بس هنزود عليها حته كده مذكوره في ابولو اللي هي سبب ظهور مدرسه ابولو. لكن لو تلاحظ ان رواد عوامل خصائص، معلش بص كده اهو، رواد عوامل خصائص اهو، شوف كده برضو مطران اهو، عوامل وخصائص وايه وريات، يعني برضو رواد. فلذلك الثلاث كلمات دول مهمين جدا، رواد عوامل خصائص، في كل المدارس موجودين، في المدرسه الكلاسيكيه حتى كمان في رواد وفي عوامل اثرت فيهم وفي خصائص لشعرهم، فهندرس برضو نفس الحكايه فاقول له رواد عوامل خصائص. مين الرواد؟ ابدا بيهم الاول، من مصر احمد زكي ابو شادي، ابراهيم ناجي، صالح الهمشري، من العرب ابو القاسم الشابي، من تونس نزك الملائكه،
عفوا أبو القاسم الشابي من تونس ونزك الملائكة والجواهري من مين؟ من العراق. فخلي بالك لحسن يعني يجي لك سؤال أذكر رواد متنوعين من المدرسة من مصر وخارج مصر أنت معك هوت أسماء بعض الرواد، والشرط طبعا أحفظ كل الرواد لأن في تقريبا نص صفحة في كتاب المدرسة فيها أسماء شعراء كتيرة جدا. طبعا أنت مش شرط تحفظ كل هذا الكم، احنا اخترنا أشهر هؤلاء الشعراء ودي قدامك هوت اللي هم الرواد. أقول له بقى في عوامل أثرت فيها وعامل واضحة جدا اللي هي طبعا مطران، لاحظين أن مطران عامل أساسي سواء في الديوان أو في أقول له عوامل أثرت فيهم اللي هو مطران، أثرت فيهم ثورة 19 وطبعا مش من الناحية السياسية، هي من ناحية بس أن هي أشعرت بمصر بنوع من الاستقلال فأثرت فيهم لأنها أشاعت جو جديد في مصر فأثرت في رومانسيتهم. تأثروا بالصراع اللي دار ما بين الديوان والمدرسة الكلاسيكية. انت عارف ان كان المدرسه الكلاسيكيه بتعيب على الديوانيين عن طريق الرفع يعني، وكان العقاد يهاجم الرفع ويعيب على الاحياء والبعث، وهم واقفين بقى في الوسط عمالين يسمعوا الاثنين ويستفيدوا ويتجنبوا عيوب الاثنين. تأثروا أيضا بالرومانسية الإنجليزية لأن أحمد زكي أبو شادي كان بيدرس في إنجلترا اللي هو رائد المدرسة ديت أو أحد رواد هذه المدرسة. مدرسة المهاجر في الأمريكتين، مدرسة المهاجر دي رغم بعدها في الأمريكتين إلا أنها كانت بترسل إبداعها الفني وشعرها إلى مصر والوطن العربي وكانوا يتأثروا به. فلو عايز كمان تأكد على حفظ الحتة دي ملاحظ كده في عوامل داخلية وعوامل خارجية، يعني مطران وثورة 19 والصراع ما بين الديوان وما بين الكلاسيكية كل دي جوه مصر، لكن الرومانسية الإنجليزية في إنجلترا ومدرسة المهاجر في الأمريكتين دول عوامل خارج مصر، يعني هما خمس عوامل، ثلاثة جوه مصر واثنين خارج مصر. يبقى شفت شباب رواد عوامل. طب سبب ظهور مدرسة أبولو تفكك مدرسة الديوان وأن الديوانيين أسرفوا في الذهنية الجافة والتفلسف فشعرهم ما كانش يعني مهضوم قوي عند الناس، والكلاسيكيين كانوا متجمدين جدا في الماضي والناس كانت خلاص بقى زهقت من الكلاسيكية وكانت عايزة شكل جديد للشعر فظهرت مدرسة يا شباب مدرسة أبولو. انتبه بقى للخصائص، شوف خصائص أبولو من حيث المضمون ومن حيث الشكل، انتبهوا بقى عشان ما نكتبش حاجة وما مش عايزينها لو سمحت. نيجي للمضمون الأول، خصائص مدرسة أبولو من حيث المضمون. بص النقاط الواضحة، التجربة عندهم كانت عاملة ازاي، اللغة، الخيال، الطبيعة، العاطفة، الموضوعات. ومن حيث الشكل قدامك اهو، القصيدة اتحررت اهو، الشعر المرسل والموسيقى الهادئة والوحدة العضوية. يعني بص الشكل صغير اهي، تلات حاجات وتلات نقاط. تعال نمسك بقى المضمون كده، التجربة اللي حصل فيها كانت ذاتية طبعا، وكان اكثر الموضوعات اللي دارت فيها التجربة الحنين لمواطن الذكريات، زي اهو بيت شعر جنبه على طول اهو، رفرف القلب بجنبك الذبيح وانا اهتف يا قلب التائد. التائد يعني تروى يعني تمهل يعني. كمان اللغة استخدموها، خلي بالك بص اللغة استخدموها كام حاجة بقى. أولا استخدموها استخدام جديد، زي يعني جابوا كلمات كده تراكيب جديدة كده ما حدش كان استعملها قبل كده، زي الأريج الناعم والعطر القمري والشفق الباكي. يكثرون من كلمات معينة زي النور والزمن والحقل، كمان كلمات أجنبية زي كرنفال وإخناتون وفينوس. شفت بقى يعني كانوا يستخدموها استخدام جديد، يكثرون من كلمات معينة كلمات أجنبية، يبقى جديد وكلمات معينة وأجنبية، واستشهد على كل واحدة بحاجة. تمام كده؟ طيب الخيال بقى، التجسيد والتشخيص والرمز والتصوير، النخلة والنور والأسطورة. بص أنا جبتهم على بعضها، يعني لما اجي اتكلم عن الخيال عشان ما تبقاش اجاباتنا ناقصه يا جماعه، لازم اقول كثره التجسيد، كثره التشخيص، استخدام الرمز، اهتموا بتصوير النخله والنور، اهتموا بالصور الاسطوريه. واستشهد بقى على التجسيد، يعني تشبيه معنوي بمادي، زي ذوه الصبابه، الصبابه اللي هي الشوق يعني، وذوت يعني زي ما نقول ذوى الشيء يعني انطوى يعني، يعني خف حدته يعني، ذوت الصبابه وانطوت وفرغت من بعد الم من بعد المه من الم عفوا وفرغت من المه. تلاحظ ان هو انا قسم الصبابه ثلاث مرات، شبهها بشيء مادي يضعف، وبعدين شبهها بورقة تطوى، وبعدين شبهها بوعاء يفرغ من الآلام، وفي نفس الوقت شبه الآلام بأنها شيء مادي يفرغ، يفرغ يعني، يعني ما يعني أخرج من هذا الإناء يعني. فطبعا بص يعني تجسيد كتير جدا. كذلك التشخيص هنا، بص نسيم الماء يسرق عطرا، شبه نسيم الماء أنه يسرق عطرا من رياض سحيقة المنار. إذن هذا التجسيد وهذا التشخيص قد كثر جدا في شعرهم واستشهدت عليه.
أكثره كمان الطبيعة. ننتقل بقى بعد الخيال هينتقل حب الطبيعة ودواوينهم اتسمت بيها. بس هم دول نقطتين، حبوا الطبيعة جدا كرومانسيين وجعلوها وسيلة للتعبير، وأكثروا تسمية دواوينهم زي بص أطياف الربيع، أشعة الظلال، عودة الراعي، كلها أسماء متاخدة من الشباب من الطبيعة. نيجي للعاطفة، طبعا هم هنا بقى فاقوا الديوان واختلفوا عنه. الحتة دي بتيجي كتير لما أقول لك قارن ما بين الديوان وأبولو، إيه الاختلاف اللي كان ما بينهم؟ الاختلاف ما بين الديوان وما بين كل المدارس الرومانسية إن الديوان أصرفت في الذهنية، بينما الرومانسية قائمة على الإيه شباب، على العاطفة. فأبولو انتمت بالجانب العاطفة، وبص بقول لك مسحة الحزن والتشاؤم واستسلام الأحزان مثل ديوان أين المفر، بالإضافة إلى نزعة الأمل، ودي حتة برضو انتبهوا ليها لو سمحتوا اكتبوا في كتاب. يعني أنا مش معنى كده إن كل الأولاد عارفين، كل الأولاد عارفين إن أكتر حاجة مسيطرة على المدرسة الرومانسية هي الحزن والتشاؤم، لا، الكتاب كاتب والإضافة إلى نزعة الأمل لحسن تيجي صح وغلط أو أكمل أو حاجة زي كده. موضوعاتهم دارت حوالين إيه؟ المرأة، معاناة الحياة، اهتمام بالطبيعة، شكوى الحنين، تصوير البؤس. ابتعدوا عن الشعر الإيه؟ السياسي. على فكرة في هنا إلا يعني هنقول ملحوظة كده من عندنا، إن أحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي كتبوا قليلا في الشعر يا شباب، الشعر السياسي. صليتوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. تعال بقى من حيث الشكل، من حيث الشكل حرروا القصيدة، يعني استخدموا الشعر المتعدد القوافي، اتأثروا بالمرشحات الأندلسية، استخدموا حاجة اسمها الشعر المرسل اللي هو في قصيدة الفنان وأطياف، واستخدموا الشعر المتنوع التفاعيل. بص يعني مسألة تحرير القصيدة خدت ثلاث أشكال، يا متعدد القوافي، يا مرسل، يا متنوع التفعيل. بص يعني متنوع التفعيل، لو لاحظت كده هتلاقي ان البيت ده اللي هو رماني الرق بدنيا زوال، ده هو بص رماني الرق بدنيا زوال معلولة الجنبي، أربع كلمات في الشطر الأول وكلمتين فقط في الشطر الثاني، رغم ان احنا عارفين يا شباب ان البيت بينقسم الى شطرين متساويين، تعودنا على كده من ابتدائي واحنا بنقرا القصيده العموديه، نلاقي ان الشطر الايمن في البيت تقريبا قد الشطر الايسر، بيديها شكل نظامي. لا، هم خرجوا على الشكل النظامي ونوعوا في التفعيل. انما الشعر المرسل بقى اللي هو ايه، يعني خالي من كل حاجه تقريبا يعني الا التفعيله طبعا. الموسيقى الهادئه، واستخدموا بحور زي الرمل والخفيف والهزك، والبحور دي نحفظها كده، اسماء بحور شعر، اسماء علميه لبحور الشعر نحفظها عشان هي موجوده في كتاب المدرسه. واخيرا الوحده الايه شباب، الوحده العضويه. دي مدرسه ابولو شباب، درسنا فيها الرواد والعوامل وسبب الظهور والخصائص، وخلي بالك خلي بالكوا جميعا من حيث المضمون حاجه ومن حيث الشكل حاجه تانية. شباب جبنا مطران وابولو والديوان مع بعض، فاصل قصير ونعود للمهاجر، وانا قصدت ذلك لان المهاجر طويله، فتهدى المعلومات دي شويه كده في مخوكوا كده وتلاقي القراءات الذهنيه واحده واحده كده بعد ما بقولها، وبعدين نخش في مدرسه المهاجر. فاصل قصير ابناء الطلاب لنعود الى مدرسه المهاجر. توكلنا على الله، تعالوا بقى نطبق الخريطه الذهنيه على مدرسه المهاجر. مدرسه المهاجر هي احدى المدارس الرومانسيه الطويله، لذلك الخريطة الذهنية من أنسب الطرق للسيطرة على هذا الكم الكبير من المعلومات في مدرسة المهاجر. مدرسة المهاجر رغم كثرة معلوماتها إلا أنها فيها نفس الأساسيات اللي في المدارس السابقة، يعني كل المدارس السابقة تقريبا كنا بندرسها من خلال رواد وعوامل وخصائص، مع التنبيه إلى أن الخصائص بداية من مدرسة أبولو هتنقسم إلى مضمون وشكل. أما الثلاث مدارس الأولى اللي هي مدرسة الكلاسيكية ومدرسة الديوان ومدرسة مطران، الخصائص كلها على بعضها. أما بداية من أبولو المهاجر الواقعية بتنقسم الخصائص إلى مضمون وشكل، وده طبعا ليه دور كبير جدا في السؤال، لأن إذا كان السؤال طالب خصائص من حيث المضمون والطالب كتب خصائص من حيث الشكل، طبعا ده خطأ ولن يأخذ الدرجة، والعكس أيضا صحيح، فأرجو التركيز في السؤال. نبدأ المدرسة المهاجر من حيث نبدأ كل المدارس، وهو الرواد. مين الرواد اللي أنشأوا المدرسة ديت؟ هما مجموعة من الشباب اللبناني المسيحي اللي هاجر إلى الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. سبب الهجرة كان الاضطهاد الديني والحرب الأهلية وطمعا في الحرية والكسب، يمكن تقريبا شبه قصة مطران. مطران برضو كان هاجر بس إلى فرنسا بسبب الاضطهاد الديني والحرب الأهلية. الشباب دي بعضهم اتجه الى امريكا الجنوبيه وكونوا فيها حاجه اسمها الرابطه القلميه، كانت الرابطه القلميه دي بتميل الى التجديد والاهتمام بالنسر،
ومن أعضائها جبران خليل جبران ونسيب عريضة عبد المسيح حداد وميخائيل نعيمة الذي أطلقوا عليه فيلسوف المدرسة وإليه أبو ماضي الذي أطلق عليه أمير شعراء هذه المدرسة. أما في أمريكا الجنوبية فاتجه مجموعة من الشباب زي رشيد خوري وحليم خوري وفوز المعلوف ونعمة قزان، ودول كانوا كونوا حاجة اسمها العصبة الأندلسية، وكانت بعكس تماما الرابطة القلمية، يعني كانت بتميل إلى المحافظة على الشعر والاهتمام بالشعر، دي بالشعر معنش، فالاهتمام بالإيه شباب بالشعر. إذن دي الرواد وقصة هجرتهم وتكوينهم للعصبة الأندلسية والرابطة القلمية، اللي هو لو أضفت العصبة الأندلسية زائد الرابطة القلمية يديك في النهاية مدرسة الإيه شباب، مدرسة المهاجر. طبعا المجموعة الرواد دولت أثرت فيهم مجموعة من العوامل، أهم عامل أثر فيهم وأول عامل بنبدأ به هو الحرية، لأن تعرف ده أكثر ما كانوا يفتقدونه في وطنهم الأم. لكن موقفهم من الحرية انقسم قسمين تقريبا، قسم عادي يعني متمتعين بالحرية التمتع العادي، وقسم بالغ قوي في هذا التمتع. يعني أحد الشعراء وقف قدام تمثال الحرية، مش شرط نقول اسم الشاعر يا شباب، قال متى تحولين وجهك نحو الشرق أيتها الحرية، ده كان أمين الريحاني. وأحد الشعراء الآخرين قال وحقق يا حرية قد عشقتها وأنفقت عمري في هواها محاربة. طبعا هذا الرجل يعشق الحرية لدرجة أنه قضى طوال عمره لكي يصل إلى الحرية، ده برضو يكاد يكون يعني الشعر العادي أو في الإطار العادي. أما المبالغة تيجي في هذا البيت بقى، لازم أحفظ الكلام ده طبعا عشان أستشهد بها الحرية. يعني أحدهم بالغ في مفهوم الحرية فقال جسمي عبد لعقلي وعقلي عبد لقلبي والقلب عبد شعري، لأن هؤلاء كانوا يرون أن الجسم نوع من أنواع القيد وأن الإنسان لا يحصل على حريته كاملة إلا عندما يتخلص من هذا الجسم، أي عند الموت يعني. أيضا من ضمن العوامل اللي أثرت في هؤلاء الشباب بيئة الجديدة المختلفة تماما عن الشرق الحالم العاطفي الذي يميل إلى الفن والعاطفة، إلى مجتمع جديد غريب عليهم، الأساس فيه هي الحياة الصناعية والكسب والحياة العملية، فضغطت عليهم هذه الحياة العملية، واضح أن دي معاناة. التقدم الحضاري الكبير اللي عمل لهم نوع من الارتباك، لأنهم كانوا جايين من مجتمع بسيط إلى مجتمع معقد حضاريا، برضو ده عمل لهم نوع من الارتباك. المزجوا ما بين الثقافتين، ثقافتهم العربية وثقافتهم الإنجليزية، فأصبح عقولهم يعني أنضج وأكثر وعيا بالأمور لأنهم كانوا معاهم ثقافتين، فدي ميزة. يعني أنا أعتبر كده الحرية والثقافتين اللي اكتسبوهم الثقافة العربية وزائد الثقافة الجديدة ده ميزة. أما المعاناة كانت في البيئة الجديدة الصناعية وكانت في التقدم الحضاري الكبير. من ضمن المعاناة أيضا الشعور بالغربة، عانوا جدا من الغربة وبدأوا يشتاقوا لوطنهم، زي أحد الشعراء بيقول جلست قرب شباكي أردد طيب ذكراكي، بتكلم عن لبنان. من ضمن أكثر الأشياء التي عانوها هي التفرقة العنصرية، يعني هم يعني هربوا في مجتمعهم أو من وطنهم، هربوا من الاضطهاد الديني، لكن للأسف الشديد راحوا لقوا هناك في المجتمع الأمريكاني تفرقة عنصرية على أساس اللون أو على أساس الجنس. والبيت المشهور لإليه أبو ماضي قال نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، يعني ساء خلقه وأخذ يستعلي على الناس. ده شباب عن الرواد وعن العوامل اللي أثرت في هذه الرواد. وعلشان تحفظ هذه العوامل سريعا خد اتنين استمتعوا بيهم، لكن التلاتة الباقيين كانوا بيعانوا منهم جدا. ده عن الخصائص، عن الرواد وعن العوامل. تعالوا بقى نروح للخصائص، وزي ما قلنا الخصائص هنقسمها لمضمون وشكل. تعالوا نروح الأول للخصائص من حيث المضمون. طبعا بدأت المهاجر فيها سمات الرومانسية لأن هي مدرسة رومانسية، والسمات دي بتوجد في كل المدارس الرومانسية، الطبيعة، الخيال الكلي، حرارة العاطفة، الوحدة العضوية، دي خصائص موجودة في كل المدارس الرومانسية، من مطران، من الديوان، من أبولو، كمان في المهاجر. ولذلك على فكرة كان سبب من أسباب تأثير المهاجر في الوطن العربي أنها مدرسة رومانسية وأنها صاحبة لواء التجديد لأنها في أمريكا. الحاجة التانية بقى أنهم كان عندهم نزعة إنسانية. يعني إيه نزعة إنسانية؟ يعني الشعر عندهم لازم يدي موقف من الإنسان، من الحياة. الشعر عندهم ليه هدف أخلاقي، يهذب النفس، يعلي الحق، ينشر الخير، الجمال، الحاجات الجميلة اللي هي الفلسفة الجميلة ديت. زي أحد الشعراء قال، احنا قلنا هنستشهد بأبيات خفيفة كده ونخترت أخف وأسرع الأبيات في الحفظ. أحد الشعراء يقول عندما أبدع الكون رب العالمين، يعني لما ربنا خلق الكون ورأى كل ما فيه جميلا وثمينا خلق الشاعر ليخلق للناس عيونا. طب إيه علاقة الكلام ده بالنزعة الإنسانية؟ أن وظيفة الشاعر هو أن يبصر الناس، كل الناس، بجمال الحياة ويهذب النفس ويعلي الخير والجمال إلى آخره.
النزعة التأملية يعني النزعة التأملية يتأمل الشاعر في نفسه أو تأمل في الكون والحياة والموت. يعني التأمل خد عندهم شكلين يا شباب، تأمل داخلي في النفس وتأمل خارجي في الحياة والموت والكون. يمكن هم كده شبه مدرسة الديوان قوي في مسألة التأمل دي. أحد الشعراء بيقول هو لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تدرك ذاتي كنه ذاتي. كنه يعني حقيقة ذاتي. وده كان إليه أبو ماضي حائر يتفكر في من أين أتى وإلى أين المصير. ده بالنسبة للنزعة التأملية. النزعة الروحية بقى، النزعة الروحية بسبب استغراقهم في التأمل، يعني تعتبر النزعة الروحية نتيجة للنزعة التأملية، وبسبب اختلاف القيم وبسبب طغيان المادة في الغرب. يبقى ده سؤال ثري جدا ان انا احط لك اقول لك علل النزعة التأملية، النزعة الروحية عند اعضاء المهاجر. تقول لي الثلاث اسباب اللي قدامك دول وتستشهد على وإذا شئت أن تسير وحيدا وإذا اعترضك مني ملالة فامضي لكن ستسمع صوتي صارخا يا أخي يؤدي الرسالة. يعني العلاقة اللي ما بيني وما بينك مش علاقة مصلحة وبس ولا علاقة عمل وبس، العلاقة علاقة روحية، وأنا سأظل إلى أن أعيد هذه العلاقة مهما مللت ومهما ابتعدت. فدي روحانيات ومشاعر كان الغرب يفتقدها وهم حاولوا ينشروها. ايضا واضح ان كلمه النزعه هنا كلمه السر، يعني بص النزعه النزعه النزعه، حتى الرابعه هنا النزعه القوميه. يعني ايه النزعه القوميه؟ احساسهم بوطن العربي، عايشوا احداث الوطن الكبيره، ظهر ما يسمى بالشعر القومي. فانتبه دي برضو نقطه جديده، زي احد الشعراء كان بيقول لو نسيب عريضه كفنوه ادفنوه اسكنوه اللحد العميق اسكنوه هو اللحد هو يعني داخل يعني كفنوه ادفنوه اسكنوه هوة اللحد العميق واذهبوا لا تندبوه فهو شعب ميت ليس يفيق. واضح انه كان يعني زي ما نقول كده ايه يستفز هذا الشعب ويحث على الثوره ضد الظلم. الاتجاه للطبيعه، وده طبيعي جدا عند الرومانسيين كلهم، يعني وصفوها ومزجوها باحساسهم، طبعا لم يقتصروا على الوصف الظاهري، حتى اسماء دواوينهم دايما بتحمل الطبيعه زي الفراشه المحتضره وزي المحتضره وزي احلام الراعي. كان عندهم حنين جارف للوطن العربي زي ما أشرنا في العوامل، وعندهم تسامح ديني، يعني رد فعل عكسي، نادوا بالتسامح الديني وبسبب ما عانوه في بلادهم من اضطهاد ديني. زي أحد الشعراء اللي قال بيت شعر جميل ممكن تحفظه وتستشهد به في التعبير، كل شعب فشى التعصب فيه، فشى يعني انتشر، يعني كل شعب فشى التعصب فيه هان والموت من بعد هوني. دي كانت عن خصائص المهاجر من حيث المضمون، فيها سمات الرومانسية، النزعة الإنسانية، النزعة التأملية، النزعة الروحية، النزعة القومية، الاتجاه للطبيعة، الحنين، التسامح. طبعا هذا الكلام هو خلاصة الكلام الموجود، ويعني ينقذك من كثير من التفريعات ومن الكلام الزائد اللي ممكن يعمل لك يعني تشويش على ذاكرتك. فدي خصائصها من حيث المضمون بالاستشهاد بتاعها. تعالوا بقى نشوف خصائص المهاجر من حيث الشكل. من حيث الشكل اولا كان عندهم مغالاه، مغالاه يعني مبالغه في التجديد، يعني فكثرت اخطائهم اللغويه وضعف عندهم الاسلوب. ودي حته محتاجه بس حكايه بسيطه انك تعرف ان هم بسبب بعدهم عن الوطن الام واستخدامهم للغه الانجليزيه كثيرا، وكانوا بيعتبروا ان الخروج على القواعد نوع من التجديد، فوقعوا في كثير من الاخطاء اللغويه وضعف عندهم الاسلوب، لدرجه ان واحد صاحبهم اسمه الياس قنصل الف كتاب وجمع فيه الاخطاء اللغويه ليهم. هو كان معتز باللغه العربيه قوي، كان بينادي بالمحافظه على القواعد، وجمع هذه الأخطاء اللغوية في كتاب اسمه أصنام الأدب، وهاجمهم هجوما عنيفا ليحافظوا على اللغة. اهتموا جدا وخصوصا الرابطة القلمية بالنسر. احنا دلوقتي الخصائص بنحس يا شباب الشكل. اهتموا جدا بالنسر زي جبران ومخائيل نعيمه والكآبه الخرساء والغربال. يعني جبران ومخائيل نعيمه من الكتاب اللي كتبوا كتير في النسر، ومن امثله الكتب اللي اتكتبت الكآبه الخرساء مقاله كتبها جبران، والغربال وهو كتاب نقدي لمخائيل لمخائيل نعيمه. ده عن الاهتمام بالنسر. مالوا ايضا الى الرمز، الرمز الامور اللي هو التعبير عن الامور المعنويه الكبيره بامور حسيه صغيره، زي ما هندرس في الواقعيه لما قال النسور ترمز للطامحين وقال الارانب ترمز للخاملين وهكذا. وكانوا بياخدوا الرموز دي من الطبيعه، زي قصه كده بتاعت التينه الحمقاء، شجره التين الحمقاء اللي ليه ابو ماضي جعلها رمز لمن يبخل على مجتمعه فيكون مصيره الفناء. شجره هي قصه رمزيه ان شجره لما جه الربيع وهي شجره التين بخلت بثمارها وبشكلها وبجمالها وقالت ما لي خير ياكله غيري، فبخلت. فلما دخل البستاني ووجد كل البستان جميل ما عدا هذه الشجره القبيحه اجتثها وقطعها ووضعها في النار
تستعر. إذن هنا قصة رمزية يحث فيها على العطاء وعلى عدم البخل، لأن كل البخلاء مصيرهم في النهاية الفناء. دي خدها من الطبيعة في صورة قصة في صورة رمزية، فكل دي اسمها أنا ما أجي أتكلم عن الرمز. طيب التمسك بالوحدة العضوية طبعا، لأن هم تعرف كل الرومانسيين يتمسكون بالوحدة العضوية في القصيدة وفي الديوان، وحرصوا على بناء عضوي من الأفكار والموسيقى والخيال، فكانت الوحدة العضوية عندهم يعني وحدة قوية، مش على مستوى القصيدة بس، ده على مستوى كمان الايه شباب، على مستوى الديوان ككل، يمكن تقريبا برضو زي مدرسة الديوان لما حطوا عنوان واحد للديوان يجمع كثير من القصائد. اهتموا بالصورة الشعرية اللي هو الخيال يعني، اتخذوا القصة وسيلة للتعبير برضو زي الديوان، تلاحظ ان فيه خصائص كتير قوي من الديوان. بالنسبة للتصرف في الوزن والقافية، ودي نقطة مهمة جدا، يعني ممكن أسيبني من الخصائص خالص وأقول لك تحدث عن التصرف أعضاء المهاجر في الوزن والقافية. الحاول ما استخدموا كل أنواع الشعر اللي تخطر على بالك، الشعر المتنوع القوافي، النسر الشعري، الأناشيد، الأغاني الشعبية، القافية المزدوجة، المقطوعات، الموشحات، الشعر التقليدي، يعني هم برضو الشعر العمودي كان معاهم، لكن دي أنواع الشعر اللي استخدموها كرغبة منهم في تجديد للشكل الشعري. ممكن تستشهد طبعا بالتصرف الاوزان القافي او السهم او بص، ممكن تستشهد بكفنوه ادفنوه اسكنوه اللحد العميق واذهبوا لا تندبوه فانه شعب ميت ليس يا شباب ميت ليس يفيق. ده عن مدرسة المهاجر ببساطة وبسرعة، ولما الخصائص بشرحها بالاستشهاد عليها، ودي النقطة اللي زي ما قلت لكم وعدتكم بها في البداية، ان احنا لما هنقدم المعلومات هنحرص تماما على ان احنا لا نختصر اختصار مخل ولا نطيل تطويل ممل، فالإخلال والملل من أكثر العوامل التي تنفر الطلاب من المعلومات الدراسية. فشباب دي كانت مدرسة المهاجر. تعال بقى نلم مع بعض كده بعد مدرسة المهاجر، معلش كده بقى تعالى شوف بقى الخريطة الجميلة ديت. أنا مش هقول حاجة جديدة، أنا بس هركز المعلومات في رأسك أكثر وأكثر ولتستقر في الذاكرة ولا تنساها إن شاء الله. زي ما عملنا في المدرسة الكلاسيكية ولمناها على بعض، تعالى نلم المدارس الرومانسية على بعض. أنت عارف المدارس الرومانسية بتبدأ بمطران، الديوان، أبولو، ها أبولو، وتحت هيئة الايه شباب المهاجر، دول المدارس الرومانسية. بنتناول دايما في المدارس الرومانسية زي ما قلت ها خصائص وعوامل وايه ورواد، وحنضيف لها كمان المرة دي الايه شباب العيوب. أدا مطران كلمنا عن ريادته وعن عوامل اللي أثرت فيه وعن خصائصه، وأدا الديوان أدي روادهم همت والعوامل اللي خصائص والعوامل اللي أثرت فيهم والخصائص بتاعتهم، حتى كمان مدرسة أبولو في الجنب هي نفس الحكاية، رواد عوامل خصائص. ومدرسة المهاجر برضو هي باختصار وبتركيز شديد جدا رواد عوامل خصائص، كلمة السر في المدارس الشعرية رواد عوامل خصائص. لكن المرة دي هنضيف عليها عيوب المدرسة الرومانسية. هي العيوب دي ما ذكرتش أثناء دراستنا للمدرسة الرومانسية، هي حتذكر عند البداية في المدرسة الواقعية، لكن أنا جبتها لك هنا عشان يبقى كده المدارس الرومانسية إن شاء الله اكتملت معلوماتها. إيه عيوب المدارس الرومانسية عموما؟ الانعزال عن المجتمع، نزلة الاستسلام ونظرتهم السلبية. يبقى بالخريطة الذهنية اللي قدامك ديت هي خلاصة المدارس الرومانسية الأربعة. أبناء الطلاب، دي كانت الخرائط الذهنية عن المدارس الرومانسية، أرجو أنها تكون إن شاء الله سهلت الأمور وجعلتك تقبل على حفظ الأدب أو تقبل على مراجعة الأدب. وإن شاء الرحمن الرحيم أوصيك أيضا بأنك أنت لما تيجي بإذن الله تحل تحط الخرائط الذهنية دي جنبك، والحاجة اللي أنت نسيها بص عليها، ده مش غش يا جماعة، ده تثبيت للمعلومة، بص عليها كل شوية وجاوب، إن شاء الله هتلاقي كل الأسئلة تقريبا بتجاوبها لك الخريطة الذهنية. فاصل أبناء الطلاب لنعود مع المدرسة الواقعية وهي المدرسة الأخيرة لنطبق عليها الخريطة الذهنية. فاصل ونواصل. المدرسة الواقعية بالخريطة الذهنية هنتناولها أيضا بنفس الطريقة المركزة والأساسية في جميع المدارس، وهي من خلال رواد وعوامل وخصائص من حيث المضمون والشكل، وأخيرا العيوب. نبدأ زي ما نبدأ المدارس كلها من خلال الرواد. يا ترى من رواد هذه المدرسة الواقعية؟ من أول الرواد نازك الملائكة. نازك الملائكة شاعرة عراقية، كانت شاعرة رومانسية تنتمي إلى مدرسة أبولو، ثم تحولت إلى المدرسة الواقعية بعد أن قرأت كثير من إنتاج توماس ستيرت إليوت الشاعر الإنجليزي الأمريكاني.
نزك الملائكة عملت كتابين، عملت كتاب اسمه شظايا ورماد وكتاب اسمه قضايا الشعر العربي، حطت فيهم المبادئ الأساسية وألفت قصيدة عن الكوليرا زي هي سكن الليل أصغي إلى وقع صدى الأنات في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات، قدمت للشباب نموذج جديد للمدرسة من أفكار الواقعية، وحاولت أن تفهم هؤلاء مبدأ جديد وهو مبدأ الواقعية. لكن الحقيقة لم تكن محاولة نزك الملائكة واضح في الأذهان، يعني تقدر تقول أن المحاولة دي فشلت، ما نجحتش قوي، لغاية ما ظهر الجيل الأول اللي هو عبد الرحمن الشرقاوي ونزار قباني وصلاح عبد الصبور اللي سلموا الراية للجيل الثاني اللي هو محمد إبراهيم أبو سنة وفاروق شوشة وفاروق جويدة وغيرهم. طب الرواد دي اتأثروا بإيه؟ اتأثروا بمجموعة من العوامل: الحرب العالمية الثانية، الصراع العالمي، استيقاظ الوعي الجماعي، نمو الوعي الشعبي عالميا، الشاعر الكبير الامريكاني اللي هو توماس ستيرت إليوت اللي هاجم الرومانسية هجوم عنيف جدا بسبب عيوبها، والتقدم العلمي الهائل اللي حصل، فما كانتش او لم تعد الرومانسية صالحة للاستخدام بسبب زي ما قلنا من عيوبها الانهزامية ونزعة الاستسلام وكسرة قولهم اين يا شباب اين المفر. تعالى بقى الخصائص هذه المدرسة. خصائص المدرسة دي زي ما قلنا هنقسمها من حيث المضمون والشكل. من حيث المضمون في البداية اختلط الأمر بسمات الرومانسية، شيء طبيعي يا شباب، يعني أول ما تظهر مدرسة مش هتظهر خالصة، هيبقى فيها نوع من التقليد شوية لكن لها مبدأ تاني بس بتقلد شوية اللي هو الخيال الكلي، الوحدة العضوية، حركة العاطفة، زي أحد الشعراء لما قال: تجول في نفسك حتى تصل إلى الإنسان، وتجول في الإنسان إلى أن تصل إلى وطنك، وتجول في وطنك إلى أن تصل إلى الله. بعد كده بدأوا يهتموا قوي بالواقع، فالشعر عندهم التصاق بالواقع من حيث يعبر عن الواقع من تخلف وتقدم، من زيف وصدق. الشعر عندهم تجربة واسعة تعبر عن موقف الإنسان من كل حاجة، من الكون، من التاريخ، من الأساطير، من الوطن، من التراث، من التحرر، زي ما أحد الشعراء هنا عبر عن الواقع السائل اللي كان بيعيشه اللي هو صلاح عبد الصبور لما قال: سقطت جوهرتي بين حذاء الجندي الأبيض وحذاء الجندي الأسود. وأيضا المقطع ده اللي هو: قد آل للشعاع أن يغيب، قد آل للغريب أن يؤوب. يمكن أنت لاحظ أنا حطيتها جنب التراث هي لأن هم كان جايبها في الكتاب للتأثر بالتراث، وبالتالي دي خصائص الواقعية من حيث المضمون: لاختلاط الامر في البدايه بالرومانسيه، التصقوا بالواقع فعبروا عنه كله. طب واحد يقول لي: طب ايه الفرق هنا ما بينه وما بين الرومانسيه؟ اقول لك: لا، انت ملاحظ هنا ان الواقعيه بتشمل الواقع كله، ما بتخليش التجربه تدور حوالين حاجه واحده او حاجتين. يعني الرومانسيين كان بيدور حوالين شعرهم حوالين الطبيعه والمراه والهروب من الواقع، دول لا، دول عكسوا الموضوع خالص، دول بدأوا يتجهوا لكل شيء في الواقع ويعبروا عنه، لذلك التجربة عندهم أوسع بكثير جدا من مفهوم التجربة عند مين؟ عند الرومانسيين. نيجي لخصائصهم من حيث الشكل. طبعا اتجهوا للغة الحية المبسطة بسبب رغبتهم في التخفيف من الجمالات الشكلية، قالوا ما نعتمدش على الشكل، نعتمد على المضمون. كمان التخفيف من سيطرة اللغة الكلاسيكية، لقوها لغة قديمة ويجب ان احنا نتكلم بلغة الواقع. والأسلوب عندهم نوع من الوسيلة مش من الغاية، يعني كان عندهم الأسلوب وسيلة للتعبير، أهم حاجة المعنى، أهم حاجة الفكرة. ابتعدوا عن الخطابية والتقريرية، يعني مش افعل افعل افعل، لا، لجأوا للرمز اهو. يعني هم تعتبر ازاي ابتعدوا عن الخطابية والتقريرية، او ليه الاول ابتعدوا عن الخطابية والتقريرية؟ لجذب الانتباه. طب ازاي؟ بانهم استخدموا الرمز والاساطير، والاساطير دي الخرافات، كانوا بيحكوا حكايات يهدفوا من خلالها تعليم بعض الصفات الجميلة، زي مثلا قصة او خرافة اللي هي اسطورة ايزيس واوزوريس، ما كانش قصده انك تصدق الخرافة، هو قصده انها وسيله يعلمك بها الوفاء. فاذا وحتى الاسطوره بيلتمسها او بيستعملها لهدف واقعي. الوحده العضويه طبعا، بصوا، من اول مطران الوحده الموضوعيه بقت اساس في كل المدارس بتالف الافكار والالفاظ والصور. قسموا القصيده الى مقاطع، كل مقطع زي النصور كده فيه حكاية أو فيه دفقة شعورية معينة. خروج الشعراء عن الإطار التقليدي للقصيدة، ودي حتة مهمة جدا جدا، لأن ده أبرز ما يميزهم، إن البيت على أيديهم بقى سطر، والوزن بقى تفعيلة، والقافية إيه اللي حصل لها شباب؟ تنوعت. نيجي لآخر حاجة في هذه المدرسة، عيوب المدرسة الواقعية دي إيه؟
خلو الشعر من موسيقى الوزن والقافية. بعض الناس قالوا ان هم افقدوا الشعر اهم ما يميزه اللي هو الشكل العمودي اللي كلنا كنا متعودين عليه وقربوه جدا من النثر. كمان اللغة المبتذلة زي ما قلنا هم حاولوا فوق هنا يتجهوا للغة الحية لكن زودوها قوي، زي صلاح عبد الصبور لما قال اشرب شاي في الطريق وانام على حجر امي، كان نوع من تشويه اللغة وليس تبسيط اللغة. كمان في بعض اشعارهم تتسم بالغموض الشديد نتيجة استخدامهم للايه شباب للرمز. فبكل بساطة الواقعية قدامنا هي الواقعية زيها زي أي مدرسة، فيها خصائص كل المدارس، فيها عناصر اللي بندرسها في كل المدارس، فيها المضمون والشكل ودي الخصائص، فيها العوامل، فيها العيوب، فيها الإيه شباب الرواد. أبناء الطلاب أرجو من الله عز وجل أن يبارك في هذه الطريقة وأن يجعلها محل القبول عندكم وأن يشرح بها صدوركم للمذاكرة وللمراجعة وللتدريب وللحل وللسيطرة على المعلومات. ويا رب تكون مش اتعلمت بس النهاردة المدارس الشعرية وحلت مشكلتها، لا ده انت يا رب تكون اتعلمت طريقة الخريطة الذهنية أساسا في تفكيك المعلومات الكثيرة وتحويلها إلى معلومات منطقية إن شاء الرحمن الرحيم يسهل السيطرة عليها، لأن الذاكرة محتاجة كده. الذاكرة محتاجة فوضى المعلومات اللي قدامها، محتاجة ان هي تديها علامات عشان تفتكر بيها، محتاجة ترتيب معلومات عشان تفتكر بيها. فيا رب اكون قدمت لكم حاجة بإذن الله وبعون الله انها تخفف عليكم وتسهل عليكم. وان شاء الرحمن الرحيم ادب النثر ايضا موجود على اليوتيوب وتستطيع من خلاله ان تتابع ادب النثر، تتابع المقال والمسرحية والقصة القصيرة والرواية بطريقة الخريطة الذهنية بنفس الطريقة ان شاء الله. وتنزل الخرائط في صورة PDF تقدر تطبعها وتقدر تحطها في ملف خاص عندك، ياريت تجمعهم كلهم على بعض الأدب في صورة خرائط ذهنية وتراجع الأدب بهذه الصورة. وأؤكد يا جماعة أن الطريقة آمنة وأني لم أترك معلومة تؤثر على درجتك إن شاء الرحمن الرحيم، ودي نقطة مهمة جدا. فيا رب يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أحباء الطلاب إلى اللقاء في حل جديد لمشاكلكم بإذن الله رب العالمين. فاللهم وفقنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.